مشاهدي متابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان من داخل استاد النهيان والجميع هنا يستعد للسوبر المصري، طبعا ملعب نادي الوحده. ويسعدنا ان يكون معي طبعا اثنين من القيادات التحكيميه في كره القدم المصريه، رئيس اللجنه الفنيه الكابتن ابراهيم نور الدين، ورئيس لجنه الحكام طبعا الكابتن محمد فاروق. نبدا طبعا بالكابتن محمد فاروق رئيس لجنه الحكام. بنقول لك مهمه صعبه، لكن ان شاء الله حكامنا المصريين قادرين عليها طبعا في ظل تواجد حضرتك طبعا وتعليماتك، واكيد يعني في استعدادات خاصه للسوبر المصري. اكيد طبعا المهمه مش سهله لكن في نفس الوقت سهله. هقول لك ليه، لان احنا ثقه الانديه في التحكيم يخلينا يعني نكون على نفس الاداء ونفس التصريحات اللي اتقالت. حكام مصر قادرين ان شاء الله ان هم يدوا بطوله كويسه جدا. استعدينا من قبل ما نيجي، كان في معسكر وحضروا الكابتن ابراهيم نور الدين في القاهره. من النهارده بنعمل محاضرات نظريه وعمليه داخل الملعب، ان شاء الله يجني ثمارها بالتحكيم المصري ويكون اداء راقي. خلي بالك احنا يمكن هنا جينا المره الثالثه نيجي هنا، الاداء الراقي للحكام في الثلاث مسابقات وانتم كنتوا موجودين كانوا نجوم البطوله. ان شاء الله تتوج بنجوم البطوله واداء برضو فني للفرق، ففي التالي تصبح صوره مشرفه للكره المصريه. هو التعامل النفسي خلي بالك مش قصر هذه المباراه، يمكن ابراهيم عارف ان احنا من اول ما بدانا بنتعامل مع كل الحكام، لان في حته ثقه مش هقول مفقوده من الحكام، حته ثقه من الاعلام والجماهير، يعني مش هقول ضد التحكيم يعني مع التحكيم. فاحنا بنلعب على على على, على حته الجانب النفسي معاهم، وخصوصا بعد تدعيم الانديه ليهم والجماهير والاعلام، فالحته دي مع التواصل معاهم في, 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 في التفاعل النفسي مع الحكام دي هتلاقيها لها اثر كبير جدا في ادائهم داخل الملعب، لان التحكيم مش فنيات بس ولا بدني بس ولا الكلام ده كله، لا محتاج الجانب النفسي ده يكون موجود وبقوه، وده اللي احنا بنلعب عليه الفتره السابقه والفتره الحاليه في البطوله. الحكام بتعيش في التوقيت الحالي افضل لحظات حياتها، مسانده اعلاميه، مسانده جماهيريه، مسانده من الانديه وثقه من الانديه، مسانده من لجنه الحكام ومن اتحاد الكوره. يعني الارض مفروش لهم ورد، عليهم ان هم ينزلوا ويأدوا ان شاء الله عشان نشيب بيهم، عشان يرجعوا التحكيم المصري لمكانته ويرجعوا المسؤولين من خلال حساباتهم التفكير لخبير اجنبي ومتواجد يعرفوا ان القيادات اللي موجوده للجنه الحكام الكابتن محمد فاروق وزمايلنا في لجنه الحكام والدكتور عزب واللجنه الفنيه قادرين ان هم يطوروا التحكيم المصري وقادرين ان هم يتحملوا المسؤوليه وبلدنا اولى بينا. خطوه مهمه واحنا فهمنا الحكام الكلام ده، وهي عنق الزجاجه. كابتن محمد عاد عليهم مره واتنين ان دي عنق الزجاجه، لو ربنا كرم ان شاء الله والاداء كان مشرف في اول مباراتين هنوصل للمباراه النهائيه والثالث والرابع وادائهم كان مشرف. ما اعتقدش ان في نادي من الانديه ممكن يفكر في خبير اجنبي لرئاسه اللجنه او لحكم اجنبي يدير بعد المباريات. النصيحه اللي بتقولها لهم بقى؟ ارضوا ربنا واللي تشوفوه احسبوه بدون اي حسابات، زي ما كنا بنعمل في السابق هنعمل في القادم ان شاء الله.